إذن رابح مجر، شاهدت لقاء إبراهيم أعتقد أمس، كيف تقيم مردوده؟ ولديه مباراة صعبة وصعبة جدا في رابطة أبطال أوروبا، يبدو أن بورتو خسر كل رهانات هذا الموسم، الرهانات المحلية، ولم يبقى أمامه إلا العملاق البافاري ليتجاوزه أوروبيا. نعم، فريق أفسي بورتو ضيع فرصة كبيرة محمد، والخسارة أمام فريق ماريتيمو بهدفين مقابل هدف في كأس البرتغال، وشفنا إبراهيم يدخل في الدقيقة 66، قدم المردود المطلوب، ولكن في الأخير فريق أفسي بورتو ضيع البطولة. أعتقد سيضيع البطولة لأن فريق بنفيكا هو المتصدر والثاني فريق أفسي بورتو، وأيضا يعني الشامبيونز ليج أمام فريق البايرن ميونخ ستكون مباراة صعبة جدا لفريق بورتو، خاصة مباراة الذهاب ستكون في بورتو ومباراة العودة ستكون في ميونخ. لهذا قادر فريق أفسي بورتو هذا الموسم ما يفوز بأي شيء، ولا ببطولة ولا بالشامبيونز ليج ولا بالكأس المحلي للأسف. إذن مجر يتأسف على بورتو. بن شيخ، هذا الموسم شهد تألق العديد من المحترفين.